الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت واحدة من أقوى وأعرق المدمرات الخاصة بها بالقوات البحرية الأمريكية للشرق الأوسط، ويأتي إرسال هذه المدمرة في توقيتات مثيرة للغاية في ظل تشنجات مستمرة ومتصاعدة بين واشنطن وطهران. المدمرة التي نتحدث عنها هنا هي USS The Sullivans. هذه المدمرة أعلنت القيادة المركزية للقوات أو للبحرية الأمريكية أعلنت بهذا الشكل عن أن هذه المدمرة فعلا قد عبرت قناة السويس وانتشرت في الشرق الأوسط مؤخرا، وذلك من أجل عملية التأمين، من أجل عملية الأمان، من أجل دعم الاستقرار في الشرق الأوسطي بشكل عام. والإعلان عن هذه المدمرة كما تحدثنا هو يأتي في وقت مثير. لماذا؟ لأننا كنا قبل أسبوع تقريبا عن إعلان أيضا كان مزلزل في حقيقة الأمر عن هذه الغواصة التي ترونها، الغواصة النووية، وهي USS ويست فيرجينيا. فجأة القيادة المركزية الأمريكية أعلنت عن موقع هذه الغواصة النووية التي اعتبرتها القيادة المركزية الأمريكية بأنها تاج الثالوث النووي. وهذه الغواصة في العادة لا تعلن الولايات المتحدة الأمريكية عن موقعها، ولكنها أعلنت عن موقعها بشكل مثير وأيضا في توقيتات كانت مهمة للغاية. وتم الإعلان عن طريق هذه الغواصة، أعلنوا عنها عن طريق زيارة قام بها قائد القيادة المركزية الأمريكية إيريك كوريلا الذي بقي على متنها لمدة 8 ساعات. ووصفت الأوساط الأمريكية منها النيفي تايمز على سبيل المثال بأن هذه زيارة نادرة للغاية، هي عادة لا تحدث، الأمر لا يحدث مع كل قائد للقيادة المركزية. وأيضا هم كما تحدثنا كشفوا عن موقع هذه الغواصة، قالوا بأنها موجودة في بحر العرب، بل بعد ذلك انتشرت معلومات إضافية بعد الإعلان عن هذا الخبر. أكدوا بأن هذه الغواصة النووية هي متواجدة في أقرب نقطة من إيران في بحر العرب، أي أنها مباشرة تأتي لإيران. لا تصريحات رسمية بأنها قادمة لردع إيران أو غيرها، ولكن الانتشار مثير. وبالتالي نحن كنا قبل أسبوع من هذه الغواصة النووية USS ويست فيرجينيا، وها نحن أمام هذه المدمرة التي نتحدث عنها التي دخلت من قناة السويس وانتشرت في الشرق الأوسط. ليس واضحا أين هي انتشرت. بالنسبة USS The Sullivans اليوم كان هذا الإعلان عن طبيعة دخول هذه المدمرة. بالإضافة إلى ذلك كان هنالك أيضا نشرة من نفس القيادة المركزية للبحرية الأمريكية للأسطول الخامس تحدثت عن مدمرة أخرى كانت متواجدة في خليج عمان. هي دخلت في حقيقة الأمر في 22 سبتمبر، أي الشهر الماضي، وأعلنوا يوم أمس بأنها قامت بمناورات تأتي في خليج عمان هنا. وكذلك هم أعلنوا قبل يوم واحد فقط عن عملية إنزال للقوات الأمريكية قد جاءت في البحرين. وهذه طبعا وهذا الإعلان عن هذه المدمرة تحديدا هي مدمرة مهمة، وهي USS Deliberate Deep Black. هذه المدمرة نشروا صور طبيعة مناورات بالذخيرة الحية قامت بها بهذه الطريقة التي ترونها. وكذلك بالنسبة للإنزال الذي جاء قبل يوم من هذا الإعلان، نشروا أيضا صورا للقوات الأمريكية وهي تقوم بإنزال في البحرين. وبالتالي نحن أمام في بادئ الأمر في 28 أكتوبر، أي في 48 ساعة الماضية، بإنزال بهذا الشكل نشرته القيادة المركزية للبحرية ولقوات البحرية الأمريكية. وبعد ذلك تحدثوا يوم أمس عن هذه المناورات USS Deliberate Deep Black، وبعد ذلك عن USS اليوم التي تحدثوا عنها USS The Sullivans، وقبل 7 أيام تحدثنا عن هذه الغواصة النووية التي تأتي في نقطة قريبة من إيران. الواضح بأننا أمام تحشيدات كبيرة هي تأتي مباشرة تجاه إيران بهذا الشكل وفي توقيتات مثيرة. توقيتات تأتي بالنسبة لإيران في ظل تقارير كثيرة وواضحة وإثباتات أصبحت للجميع واضحة، لأوروبا، لحلف الناتو، للولايات المتحدة الأمريكية، عن انخراط إيران المستمر في الحرب الروسية الأوكرانية، بل في ظل تصعيد مستمر للتظاهرات في الداخل الإيراني. هذه التظاهرات لا تجد طريقا لكي تخفض التصعيد، هي في تصعيد مستمر حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها. وهذا الأمر هو الذي يجعل إيران أن تستمر في إرسال التهديدات. هنالك تهديدات مستمرة مبطنة في بعض الأحيان تأتي من الحرس الثوري الإيراني مباشرة إلى المملكة العربية السعودية بداعي بأن السعودية تتدخل عن طريق الإعلام الخاص بها، تتدخل عن طريق وسائل
التواصل الاجتماعي الخاصة بها في عملية تأجيج هذه التظاهرات كما تدعي إيران، لذلك هم يستمرون في عملية التهييج والتصعيد ضد السعودية لا تتدخل في هذه المسألة. كذلك كان هنالك أيضا تصعيدا، ويجب أن نتذكر، من الحوثيين تحديدا في تهديد للمملكة العربية السعودية وتحديدا إلى الشركات التي تعمل في قطاع النفط والطاقة، وطلبوا من هذه الشركات أن تغادر قبل أيام معينة، وقبل أيام قليلة ليست بالبعيدة هددوا كذلك الإمارات العربية المتحدة. كانت هنالك أيضا فصائلا أو فصيلا عراقيا واحدا وهو ألوية الوعد الحق أرسل تهديدا مباشرا للمملكة العربية السعودية، وبالتالي نرى تهديدات كثيرة في ظل تشنج مستمر وفي ظل تواجد أمريكي كبير. الإمارات العربية المتحدة لم تنتظر كثيرا، الأنباء تأتي سريعة حول استعداد الإمارات العربية المتحدة للهجمات التي من الممكن أن تكون قادمة من جماعة الحوثي في الفترة القادمة، خاصة وأن الحوثيين عادوا وهددوا مرة أخرى، وذلك بالرد على إحدى البيانات الصادرة من مجلس الأمن الدولي الذي ندد بعملية قاموا بها الحوثيين مؤخرا على ميناء الضبة الموجود في محافظة المكلا بطائرتين مسيرتين ضد إحدى ناقلات أو الناقلات النفطية. لم تضرب الناقلة النفطية ولكنها كانت تحذير خطير وهجوم بالطائرات المسيرة في داخل اليمن، وهذه طبعا اعتبرتها واعتبر الحوثيين هذا البيان الذي صدر والتنديد من مجلس الأمن الدولي بأنه حقيقة نددوا به ورفضوه تماما وتحدثوا عن الخيارات المفتوحة، ومع التهديدات للسعودية والإمارات قد تعني بأن هنالك تصعيدا. الإمارات لم تكذب خبرا أبدا وبدأت تستعد لهذه المسألة، وفجأة كانت هنالك صورا من الأقمار الصناعية تداولوها حقيقة وتداولتها الأوساط الأمريكية واهتمت بها كثيرا، عن طبيعة منظومات دفاعية جديدة قد انتشرت في الإمارات العربية المتحدة. إذا ما حاولنا أن نقترب من الإمارات، هذه هي الإمارات، لنذهب مباشرة إلى أبو ظبي. هنا أبو ظبي التي ترونها، هذه هي منطقة المصفح، وهذه هي قاعدة الظفرة التي ترونها. إلى غربها تقريبا على مسافة 5 كيلومترات، هنا في هذه المنطقة التي ترونها إذا ما توقفنا قليلا، فهذه المنطقة ستلاحظون بأن ليس هنالك شيئا، ليس هنالك أي منظومات معينة. في آخر تحديث للأقمار الصناعية وضحت فجأة في آخر يوم من التحديثات، تلاحظون أن منظومة هنا ومنظومة هنا وهنا منظومة أخرى بالاقتراب منها، وهذا هو ما أثار الانتباه بأننا على ما يبدو أمام منظومة رادارية هنا، وهذه المنظومات الدفاعية المنظومتين التي ترونها، هذه منظومة دفاعية، من الصعب جدا تحديد نوعية هذه المنظومة طبعا من القمر الصناعي، ولكنها جعلت الكثير من الخبراء أن يبحثون عن طبيعة تواجد هذه المنظومات في ظل التهديدات التي نتحدث عنها. وعلى هذا الأساس جاءت التفاصيل قادمة من مصدرين، تاكتيكال ريبورت وجدت هذه المنظومة الدفاعية تحديدا والمنظومة الرادارية التي تحدثنا عنها، وكذلك الميدل إيست آي البريطانية أيضا اهتمت بهذا الأمر يوم أمس ونشروا الصورة وتحديثات هذه المنظومات الدفاعية وحددوها وقالوا وأكدوا بأن هذه المنظومات هي منظومات اشترتها الإمارات العربية المتحدة من إسرائيل. نتحدث عن هذه المنظومة وهي باراك 8 التي كانت هي موجودة في هذه المنطقة وفي هذه المنطقة، هي منظومتين ومنظومة واحدة متشابهة تماما، ولكننا أمام عربتين من هذه المنظومة الدفاعية. وطبعا قصة المنظومات الدفاعية الإسرائيلية هي بدأت أساسا منذ بداية هذا العام، منذ شهر يناير مع الهجمات التي جاءت من جماعة الحوثي بالطائرات المسيرة وكذلك بالصواريخ البالستية، حتى جماعة ألوية الوعد الحق تبنت إحدى العمليات التي جاءت على الإمارات وتحديدا على المصفح بحسب تبنيهم لهذه الأمور. على هذا الأساس طبعا جاءت البريكينج ديفنس تتحدث في يناير بأن الإمارات تتحدث بهدوء من تحت الطاولة مع إسرائيل لشراء هذه المنظومات الدفاعية، وبعد ذلك ظهرت على الفلايت ريدر 24 في شهر أبريل الماضي هذه التحركات التي ترونها لطائرات شحن خاصة بالقوات المسلحة الإماراتية، وهي تحلق وتأتي على الأراضي التي تلاحظونها هنا التي يتواجد طبعا فيها الإسرائيليين، وكانت هنالك أوساطا قد تابعت هذا الموضوع، ما الذي يجري، ما الذي تفعله هذه طائرات الشحن الإماراتية، تحدثوا عن 5 طائرة هنا بحسب الرصد أحدهم لهذه الطائرات، وبعدها تحدث بأن تم التأكيد عن 8 طائرات شحن عسكرية كبيرة تابعة للقوات المسلحة الإماراتية، وبعد ذلك
أضافوا بأنها أصبحت 10 طائرات بعد تأكيد هذه الأمور من عدد من المصادر البريكينج ديفنس. طبعا مؤخرا وتحديدا الأسبوع الماضي في 19 أكتوبر قالوا بأن هذه المنظومات الدفاعية قد انتشرت الآن وأصبحت جاهزة للاستخدام وهي تحمي الأجواء الإماراتية، ووصلنا إلى هذه الصورة التي تحدثنا عنها الآن. بل أيضا كان هنالك تقريرا من وكالة رويترز التي تلاحظونها تحدثت عن منظومة أخرى من نوع آخر، وهي منظومة سبايدر، وسبايدر طبعا التي تلاحظونها رافائيل ميد سبايدر موبيل انترسبترز. وهذه المنظومة التي ترونها هي منظومة سبايدر المختصة في عملية اصطياد الطائرات المسيرة. يأتي الطلب الإماراتي في ظل عدم تعاطي في تلك الفترة من الولايات المتحدة الأمريكية مع الطلبات السعودية والطلبات الإماراتية لمساعدتهم وحمايتهم من الهجمات الحوثية التي جاءت بالطائرات المسيرة وكذلك بالصواريخ البالستية التي نتحدث عنها الآن. كذلك في نفس الوقت أيضا ويجب أن ننتبه أن كانت هنالك أيضا ملاحظة عن طائرات شحن كبيرة إماراتية في نفس الوقت، هي كانت قد ظهرت منذ شهر مايو الماضي ولكنها لم تظهر في أي مكان آخر، لن تظهر في الإمارات على سبيل المثال أو في دولة أخرى، هي ظهرت في حقيقة الأمر في منطقة مثيرة ألا وهي اليمن وفي محافظة المكلا تحديدا، وهي تحلق بهذا الشكل. هذا جعل الجميع يتساءل ما الذي تفعله هذه الطائرات هنا. وبالتالي إذا ما ذهبنا الآن إلى القمر الصناعي إلى الإمارات العربية المتحدة أو عفوا إلى اليمن، هذه الإمارات هنا اليمن، الملاحظة التي جاءت هي على محافظة المكلا. هذه محافظة المكلا وهذا هو ميناء الضبة، وهو جاء على قاعدة أو مطار وهو مطار الريان الذي ترونه. هذا هو مطار الريان، الملاحظات جاءت عن عملية تغييرات بدأت فعلا منذ شهر مايو كما تحدثنا. كانت إحدى المناطق وأهم المناطق التي تم تهيئة فيها المنظومات الدفاعية تأتي بهذه الجهة، وكانت هنالك أيضا متغيرات جاءت في هذه المنطقة. هذه المنطقة كانت سريعة للغاية في عملية الحفريات وتهيئتها، وهي بدأت في حقيقة الأمر من أغسطس الماضي. دعونا نقترب من هذه النقطة فقط لنقارنها مع صور الأقمار الصناعية التي انتشرت للمنظومات الدفاعية في هذه المنطقة والتي تأتي في عمق اليمن في داخل اليمن. وبالتالي إذا ما ذهبنا إلى صور الأقمار الصناعية سنلاحظ بأننا أمام صور مهمة، نفس المكان نفس المدرج. هنا تلاحظ بدأت الحفريات هنا في 17 من أغسطس من عام 2022، لاحظ كيف الأمور تغيرت هنا 27 من أغسطس وبعد ذلك في 6 من سبتمبر. وبالتالي عمل سريع كبير يأتي هنا. إذا ما اقتربنا من هذه المنطقة سنلاحظ، إذا ما أخذنا يعني ملاحظة فقط لهذه الملاحظات لتأكيد هذا الموقع بهذا الشكل، وكذلك أن المنظومات الدفاعية التي تمت ملاحظتها تأتي في هذه النقاط تقريبا. كانت هنالك منظومة رادارية وكانت هنالك منظومة أخرى ليست واضحة في الأقمار الصناعية، ولكنها تأكدت من أحد الخبراء المهمين وهو فليكي هونت. هذا الرجل هو الذي لاحظ هذه الأمور عن طريق عدد من الأقمار الصناعية وحدد المنظومات الدفاعية التي ترونها هنا بأنها منظومات باتريوت الأمريكية. 5 منظومات من منظومات الباتريوت انتشرت في هذه القاعدة المهمة للغاية التي كان فيها التواجد الأمريكي قليل للغاية. كذلك الإمارات العربية المتحدة سبق وأن سحبت هذه المنظومات الدفاعية منذ عام 2019، لكن هذه المنظومات تعود، يعني تواجدا أمريكيا أكبر ويعني اهتماما إماراتيا أيضا في ظل هذا التصعيد الذي طبعا نتحدث عنه. إذا ما ذهبنا أيضا مرة أخرى إلى هذه القاعدة لننظر إلى النقطة الأخرى، النقطة التي بدأ منها كل شيء، النقطة التي بدأ فيها نشر هذه المنظومات الدفاعية التي قد تعني الكثير. إذا ما اقتربنا طبعا من هذه المنطقة قد تعني الكثير في الفترة القادمة لما ممكن أن تتم ملاحظته، وهذه المنطقة هي التي تغيرت تماما منذ شهر مايو، هي كانت البداية منها. وبالتالي إذا ما لاحظنا هذه الصورة، هذه نفس الصورة متطابقة مع ما رأيناه في القمر الصناعي، لاحظ كيف تغيرت هنا كما نلاحظ في مايو 24 من مايو، بعد ذلك جاءت في يوليو أيضا بدأت المتغيرات تغيرت بهذا الشكل كما نلاحظ، وبعد ذلك وأصبحت منصة واضحة، أصبحت مهبطا للطائرات وطائرات الشحن. والمثير أن فليكي هوند وعدد من الخبراء لاحظوا بأن هذه طائرات الشحن التي صنفوها والتي حددوها واحدة منها هي تابعة للقوات المسلحة الإماراتية، وهذا يفسر تماما الصورة التي رأيناها
في الفلايت ريدر 24 من طائرات الشحن الإماراتية للقوات المسلحة التي ظهرت وهي منتقلة من اليمن إلى الإمارات العربية المتحدة وتعود إلى اليمن مرة أخرى، لأنهم كانوا يهيئوا هذه المنطقة. بالتالي هنا، وهذا هو الأهم، بأن الإمارات العربية المتحدة الآن تبدو مستعدة في ظل المنظومات الدفاعية. نقلت منظومات الباتريوت الواضحة، التنسيق الأمريكي موجود مع تصعيد من الحوثيين مستمر. قد تبدو المملكة العربية السعودية نوعا ما غير مهيئة، أي إنها، وأقصد هنا غير مهيئة من ناحية الدعم الأمريكي للمنظومات الدفاعية في ظل التوترات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هي لديها طريقتها في عملية اصطياد هذه الطائرات أو الصواريخ البالستية، وأثبتت هذا الأمر مرارا وتكرارا. وبالتالي نحن أمام تصعيد كبير هنا وهنا، وتصعيد في التظاهرات، تهديدات مستمرة، انخراط لإيران في الحرب الأوكرانية الروسية، وكذلك نلاحظ بأننا أمام مدمرات، مناورات، إنزالات في البحرين وغواصة نووية قد تعني الكثير، قد تعني بأننا أمام رسالة كبيرة قادمة لإيران. لا نعلم ولماذا ترسل الرسائل الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشكل، وما الذي يعنيه انتشار هذه المنظومات الدفاعية؟ هل هي تعني بأننا أمام تصعيد فعلي وحقيقي وليس تصعيد إعلامي، إن كان من جماعة الحوثي الموجودة طبعا في اليمن، أو إن كان من فصائل مقربة من إيران؟